بقى نروح للقوات الجوية المصرية. القوات الجوية المصرية والسعودية تنفذان التدريب المشترك فيصل 11. تنفذ عناصر من القوات الجوية المصرية والسلاح الجوي الملكي السعودي التدريب الجوي المشترك فيصل 11 والذي تستضيفه مصر ويستمر لعدة أيام. يشارك في التدريب تشكيلات من أحدث المقاتلات متعددة المهام لكلا الجانبين، ويشتمل على تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات التدريبية التي تشتمل على إدارة أعمال القتال الجوي المشترك باستخدام أحدث التكتيكات وأساليب القتال الجوي الحديثة. يأتي التدريب المشترك فيصل 11 امتدادا لسلسلة من التدريبات المشتركة بين القوات المسلحة لكلا البلدين، الذي يهدف إلى تبادل الخبرات التدريبية والمفاهيم القتالية بين القوات المشاركة. يعكس أيضا مستوى الكفاءة القتالية للقوات الجوية لكلا البلدين الشقيقين، كما يؤكد أيضا عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية والتنسيق المشترك والقدرة على التخطيط وتنفيذ المهام بنحو دعم ركائز العمل العربي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة. في نفس السياق مشاهدينا، أيضا انطلاق فعاليات حماة الصداقة 2 بمشاركة أكثر من 600 مقاتل مصري وروسي. بدأت فعاليات التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 2 والذي تنفذه عناصر من وحدات المظلات المصرية وقوات الإنزال الجوي الروسي بمشاركة أكثر من 600 مقاتل من كلا البلدين لتنفيذ مهام تدريبية مشتركة بالإسقاط الجوي، وذلك بهدف استعادة السيطرة على أهداف حيوية وتطهيرها من العناصر الإرهابية. تتضمن المراحل التمهيدية للتدريب حماة الصداقة 2 تنظيم العديد من الأنشطة العملية والموضوعات والأهداف التدريبية التي سيتم تنفيذها خلال مراحل التدريب، والتي تشمل التعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة والمعدات وآليات القيادة والسيطرة، أيضا اكتساب المهارات الميدانية والتكتيكات الخاصة التي يستخدمها الجانبين في تنفيذ مختلف المهام. كما يتم أيضا تنفيذ عدد من القفزات التدريبية المشتركة لتبادل الخبرات وصقل مهارات العناصر المشاركة بين الجانبين. طيب، نعرف تفاصيل أكثر على هذه الأخبار. معنا على الهاتف السيد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. سيادة اللواء، صباح الخير. صباح الخير يا فندم، على حضرتك مع السادة المشاهدين. اهلا بيك يا فندم. خلينا نبدا بفيصل 11 والقوات الجويه والمصريه والسعوديه نفذوا التدريب المشترك. في البدايه فندم، كيف ترى هذا التدريب واهميته في تعزيز العلاقات بين مصر والسعوديه على المستوى العسكري؟ اتفضل يا فندم. هو طبعا من اكثر دولتين عربيتين بينهم تعاون عسكري وتدريبات مشتركه مصر والمملكه العربيه السعوديه. في مختلف المجالات واسلحه متعدده، منهم بقى التدريب اللي هو فيصل 11 ده بيتعمل للمره 11. أيوة. وهو بيتعمل بالتتالي، مره في مصر ومره في المملكه العربيه السعوديه. فالمره دي بيتعمل في مصر، بتبقى فرصه كويسه جدا ان كلا الجانبين يتعرف على طائرات مش موجوده عنده، يعني عند الجانب السعودي عنده الاف 15، عنده الطياره اليورو فايتر، عندنا برضه طائرات مختلفه، عندنا الرافال ال 16، ففي طائرات مختلفة، ففرصة للتعرف على هذه الطائرات إمكانياتها، فرصة للتعرف على أساليب قتال جديدة، فرصة للتعاون المشترك ما بين كلا القوات الجوية والقوات المشتركة في التدريب منها على مهام مشتركة، ودي نقطة مهمة إن أنا يبقى أنفذ مهام مشتركة مع قوات جوية صديقة زي المملكة العربية السعودية. تمام. الحقيقة يعني موضوع مهم جدا بالنسبه لكل الجانبين. ده على المستوى العسكري، بس قبل ما انتقل لموضوع روسيا عايز اسال حضرتك، نروح شويه بس لرؤيه المجتمع الدولي لمثل هذه التدريبات. يعني لو عندنا مثلا تدريبات زي دي وبتتم على يعني وضع طبعا متتالي زي مثلا فيصل 11 علشان هنخصها بالذكر دلوقتي، التدريب العربي المشترك، يعني كيف يراه المجتمع الدولي من وجهة نظر حضرتك الرسالة اللي سيادتك ممكن تكون شايفها خارجيا؟ يعني هو طبعا التدريب المشترك للدول العربيه الشقيقه ده مهم جدا، بيدي رساله عسكريه ان في تدريبات مشتركه وعندنا القدره على القيام بمهام مشتركه مع بعض،
والتدريبات دي واضحه جدا انها تدريبات حقيقيه ليها ثقل، ليها عدد كبير من الايام وموضوعات متعدده داخل التدريب الواحد. بس مع السعوديه ده مع الامارات مع الكويت مع البحرين مع عمان مع الاردن عدد كبير، فدي رساله عسكريه واضحه جدا قادرين مشتركين مع بعض. أيوة. ان احنا نقوم بعمليات قتاليه. تمام. اي حد الدولي نفسه ان هو يعني يهدد اي دوله عربية. تمام. هنا السياسيه بتبين التوافق، طبعا التدريبات العسكريه مؤشر لوجود توافق سياسي، مفيش دولتين بيشتركوا مع بعض في تدريبات بهذا الحجم الا ما يكون التوافق السياسي موجود. واعتقد يا فندم ان الرساله يعني واصله للجميع وواضحه وضوح الشمس. طب منها واصله تمام واصله تماما يا طيب انطلق منها بقى لحماة الصداقة 2 بمشاركة أكثر من 600 مقاتل مصري وروسي. إذا ابتدينا من حيث انتهينا من موضوع السعودية يا فندم وقلنا الرسالة دي بقى شكلها إيه، هنا مصر وروسيا والناس يعني المحللين اختلفوا على هذا الموضوع شوية، يقولوا العلاقات رجع قوية جدا جدا بين مصر وروسيا خصوصا على المستوى العسكري. طب على المستوى السياسي عاملة إزاي؟ إحنا لسه ما رجعناش رحلات مثلا، أصل في مشاكل كذا. فأنا عايز أعرف التحليل الدقيق لهذا الموضوع إيه يا فندم؟ خليني أقول إن العلاقات بين أي دولتين علاقات متعددة المجالات. منها السياسي، منها العسكري، منها الاقتصادي، وفي جوه الاقتصادي بقى السياحه وكل ما حضرتك درجه ليه في هذا الموضوع. دايما يعني مش هتلاقي كل المجالات ماشيه بالتوازي بنفس القوه ونفس المستوى. وده وضع طبيعي ما بين الدول، حاجه ما تقلقناش. لكن لما بلاقي مجال فيه تعاون عالي جدا ووصل مستويات عاليه زي المجال العسكري ده بيطمني، لانه هو ممكن يبقى ايجابيا يؤثر بالايجاب على المجالات الاخرى. بالظبط. اكيد لا ينفصل عن باقي المجالات يعني. بالظبط كده. يعني انا لما الاقي في بعض عدم الارتياح اللي موجود في احد المجالات انا ما اقلقش واكمل في المجالات اللي فيها مشاركه عاليه ومستوى عالي، لان دي اكيد هتدي ايجابا. نفس الموضوع بالظبط بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه، النجم الساطع والمعونه. يعني جزء في عدم ارتياح لكن جزء ايجابي ومتنامي، اكمل في المتنامي والايجابي بسرعه ولا اتركه اطلاقا. ودي طبيعه العلاقات بين الدول. يعني سيادتك شايف ان احنا لو مشينا بهذا المستوى على مستوى العلاقات العسكريه بين مصر وروسيا هيأثر على الجوانب الاخرى؟ يعني انا اعتقد ان الجانب الاقتصادي كويس، بس يعني السياحي مثلا لسه شويه، ولكن السياسي معقول. اكيد يا فندم، اكيد اكيد. يعني احنا بيننا وبينهم، بيننا وبين روسيا مجالات اقتصاديه زي محطه الضبع النووي. بيننا مجالات اقتصاديه اخرى. هنلاقي عدم ارتياح في مجال من المجالات، خلي المجالات الاخرى تتعاظم قيمتها وتعلى مستواها، هتاثر بالايجاب ولو بعد فتره. يعني دي طبيعه العلاقات ما بين الدول، مش ممكن هتكون قويه في كل المجالات في وقت واحد في نفس الفتره. بتلاقي بعض نقط عدم الارتياح، ما تقلقناش ونكمل بنقط في النقط الايجابيه، وهي نقط مهمه جدا خاصه في المجال العسكري. المجال العسكري مهم لانه مؤشر للتوافق السياسي، وان شاء الله بتحل المشاكل الاخرى. التدريب بقى حماة الصداقه فيه نقط ايجابيه ومهمه جدا، لانه يعني مش بس قصد المظلات على مستوى الافراد، لا ده في اسقاط معدات ثقيله بتصل الى المركبات المدرعه. وروسيا عندهم خبره عاليه جدا في هذا الاتجاه. ايضا ظروف الطقس والجو مختلف هناك جدا، ودي فرصه كويسه للمقاتل المصري ان هو يشتغل في اعمال قتال في اجواء مختلفه. يتبادل الخبرات. بلغات مختلفه، بلغات مختلفه. عندنا الحمد لله القدره دي. المقاتل المصري تلاقيه شغال مع الولايات المتحده الامريكيه، مع فرنسا، مع الصين، مع روسيا. في حركة لغة مختلفة أو جو مختلف وأرض مختلفة، لكن عنده هذه القدرة. في ودي بتخلي الحقيقة دول كتيرة جدا تسعى إلينا إن هي تعمل تدريب مشتركة معانا. تمام. ويعني تبادل الخبرات والثقافات خصوصا على المستوى العسكري والتحديث دائما يعني بيعتبر بالنسبة لنا كمان مؤشر مطمئن جدا.
ورسالة إن يعني قواتنا المسلحة أي يعني أي قوات أخرى هي اللي فعلا زي ما سيادتك بتقول بتسعى بالظبط. إن هي تعمل معاها هذه التدريبات للاستفادة من خبرات وقوة القوات المسلحة احنا من المصرية. اكثر الدول اللي عندها تدريبات مشتركه سواء مع دول آه شريكه وصديقه ومع دول ذات ثقل سياسي وعسكري زي امريكا، روسيا، انا بتكلم يعني على وجه التحديد فرنسا. يعني دي نقط مهمه جدا وبتدينا خبرات عاليه، وعلى فكره بتخلينا نتعرف على انواع تسليح مختلف بيساعدنا كتير على انتقاء السلاح اللي بيمكن. بالظبط، دي نقطه مهمه. وفكر عسكري مختلف كمان. بالظبط كده، بالظبط بالظبط كده، وبتدي توافق ومؤشر على توافق سياسي اللي ممكن يسمى ايجابيا لحل مشكلات اخرى. دي أكيد. النقطه اللي انا عايز اكد عليها، ان ما تقلقناش ابدا ان انا الاقي عدم ارتياح في نقطه من النقط اللي موجوده في العلاقات بين دولتين، مع الوقت بتتحل، والنقط الايجابيه لما بنعظمها بتساعد على هذا الحل. تمام، أنا بشكرك جدا يا فندم على هذا التحليل الدقيق، السيد اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية نصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية. عودة إلى أخبارنا مرة أخرى.